لإبراهيموفيتش، ولكن اعتماده بشكل كبير على أبناء النادي كمجموعة شابة أثبتت نفسها. كرة الآن ملعوبة في الأمام، الهدف الثاني، نعم الهدف الثاني حاضر، الهدف الثاني حاضر، كرة من أجمل ما يكون، الهدف الثاني في المباراة لنادي برشلونة الإسباني. محاولات كانت بشكل إيجابي وبرشلونة يضيف الهدف الثاني بالنسبة لفريقه. لعبة كانت من أجمل ما يكون الكرة الماضية. إذن 2-0 2-1 لنادي برشلونة، ولكن لاحظ التمريرة كانت بشكل جميل، محاولة وتمريرة بينية من أجمل ما يكون عن طريق اللاعب فيكتور سانشيز. مباشرة وضع اللاعب الحاضر أمامنا في الصورة أندرو بارتس باتجاه المرمى.